مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النشرة الخاصة من تلفزيون النهار. إذن تلفزيون النهار لا يزال يواكب الحدث لحظة بلحظة في مصر بعد هذه المظاهرات المليونية التي دعت إليها حركة التمرد والمعارضة لتنحي الرئيس المصري محمد مرسي، حيث كما تتابعون مشاهدينا لا يزال مئات الآلاف من المصريين يتوافدون إلى عدد من الساحات وميدان التحرير في القاهرة للمطالبة مطالبة الرئيس المصري محمد مرسي بالتنحي عن الحكم. وأيضا في آخر الإحصائيات فإن حصيلة قتلى قد ارتفعت اليوم إلى 16 قتيلا، وكانت حركة تمرد قد أصدرت بيانا تطالب فيه وتمهل فيه الرئيس المصري محمد مرسي إلى غاية غدا الثلاثاء الساعة 5 مساء ليتنحي عن كرسي الحكم. وتجدر الإشارة بأن الرئيس محمد مرسي فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51% من الأصوات على الفريق الجنرال أحمد شفيق. إذن الأصوات تتعالى، وحسب الإحصائيات التي قدرها الجيش المصري فإن هناك أزيد من مليون مصري يتواجدون هنا في الساحات. إذن كما تستمعون مشاهدينا أذان صلاة العصر من القاهرة، وهناك الملايين يعني من المصريين قد ناموا في هذه الساحات. طلبهم الوحيد هو تنحي الرئيس محمد مرسي، الذين يتهمونه بأخونة النظام، بأخونة الإدارة، بعدما قام بتعيين عدد من الوزراء من جماعة الإخوان، وأيضا عين 17 محافظا من جماعة الإخوان. وكان أيضا اليوم الاثنين المتحدث باسم جماعة الإخوان المصريين جهاد الحداد بيانا يقول فيه بأن هناك بعض المتظاهرين تخطوا الخط الأحمر بعد اقتحامهم لمقر جماعة الإخوان المسلمين، وقال بأن الإخوان المسلمين سوف يتخذون كل الإجراءات للدفاع عن أنفسهم. إذن هذه هي الصور التي ينقلها لكم تلفزيون النهار لحظة بلحظة فيما يخص هذه المظاهرات التي تشهدها مصر. إذن مشاهدينا تلفزيون النهار يواكب الحدث، ترقبوا كل التفاصيل في مواجزنا ونشراتنا الخاصة القادمة. إلى اللقاء.